بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي خلينا نرسم طريق، ولكن ده مش في الخطة الرئيسية بتاعتي، ده اقتراح. فأنا بدل ما هشتغل على الماستر هقول له لأ، create new proposal، وهديله أي اسم، ولكن مثلا إيه مثلا. ده اقتراح وشغل موجود، تمام، مختلف على شغل الماستر. يعني الماستر فيه الطرق الرئيسية كلها، ممكن احط كذا اقتراح موجود اوريه للمسؤولين وهما يختاروا انهي اقتراح هو اللي اشتغل، والاقتراح اللي هما وافقوا عليه احوله للماستر. تمام، هو كده الاقتراح. لما احب ارجع للاساسي الماستر هقول له ارجع للماستر. دلوقتي خلينا نرسم طريق، هقول له انا عايز ارسم طريق بالشكل دوت، تمام، بالستايل دوت. طيب دلوقتي هو رسم الطريق اهوت، بفرض ان انا عايز اعدل في جزء منه اخليه مختلف شوية. اعمل ايه؟ اعمل سيلكت عليه، تمام، هتبدأ تظهر لي القايمة، ده الايديت مود كده. انا بعدل في الستايل، تمام، ممكن اقول له انا عايز اعدل في الجيومتري، في الشكل بتاعه، تمام، اديني خصائص تعديل الجيومتري. ممكن اقول له انا عايز اعدل في لينس فورورد، لا انا عايز دلوقتي اعدل في الستايل، تمام. طيب ده الستايل بتاعه اهوت، تمام، اللي هو سايد ووك. طيب انا عايز اغيره مثلا لساند رود مثلا على سبيل المثال، اعدله ازاي؟ هاجي هنا اقول له انا عايز اضيف ستايل جديد، اد ستايل زون. طيب ايه النوع اللي انت عايزه؟ وليكن مثلا دوت. طبعا عندك انواع كتيره تقدر تختار منها، تمام. هقول له مثلا بريدج واقول له اوكي، بيقول لي منين لفين، هقول له مثلا من هنا لهنا، دي حدود البريدج بتاعتي. تمام، لما بدأ الاقي ان هو حوله لي بريدج، حتى تلاقي فيه هنا الانتقال من زون لزون او من ستايل لستايل بالشكل دوت، تمام. طيب ده مجرد اقتراح. لو انا بقى رجعت للماستر الاقي ان الاقتراح ده مش موجود. تمام، طيب نرجع لل، للأسف بياخد وقت طويل في التحويل. switch to proposal A. تمام، كل الزر فيها موجودة اهيت، تمام، في أي وقت ممكن تعدل فيه، تختار وتعدل الستايل زي ما انت عايز. طيب دلوقتي لو انا مثلا عايز احتفظ بصورة من هنا بحيث ان انا ارجع في اي وقت ليها، عندي حاجة اسمها بوك مارك، اضيف له بوك مارك. ايه البوك مارك دوت؟ يعني انا دلوقتي عندي الموقع العام كبير قوي، فانا عايز ابقى عارف انهي نقطة اللي اروح لها على طول بدل ما ادور عليها. اقول له مثلا اد بوك مارك، اد بوك مارك، تمام، هنسميها مثلا بريدج. اللي هي بوك مارك فور ديت،
لما احب اروح لاي واحده فيهم انا عايزها برجع ادوس عليها مرتين، اروح رايح على طول للحاجه اللي انا عايزها. تمام، ده بيسهل لي الانتقال بين الفيوهات وبين الاماكن اللي انا اشتغلت فيها. تمام، ده السايت ككل، ده البارك، ده الهوم فيو.